صباح الخير عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف ألف خير. المقدمه المعتاده عندي وعند كل وحده. المهم نهار جديد وفيديو جديد. اليوم عندي واحد نهار سبيسيال غادي تشوفوه معايا. ما غاديش نشارك معكم روتيني، هي مقتطفات، ولكن اليوم غادي ندير واحد المفاجاه عندي. غادي ندير واحد مفاجأة، نخليوها مفاجأة، واحد لانيفرسير ديال أصغر متتبعة عندي في القناة. مغاديش نقول لكم سميتها حتى نحطو داكشي ونوجدوه، وديك الساعة غادي نقول لكم شكون هي المتتبعة الصغيرة اللي عندي في القناة. تحية ليك، وإن شاء الله من عقبال 100 عام، إن شاء الله غادي تكمل 3 سنين العقبال 100 عام ان شاء الله. المهم انا ما خدمتنيش الذاكره ديالي، الله اعلم. انا عارفه كانت عندها عامين ونص وشي حاجه، انا تكون كملت 3 سنين. الله يحفظها لوالديها، وان شاء الله تربى في عزهم ويشوفوها ان شاء الله كيف ما كيتمنوا احسن. المهم قبل ما نبداو في هذا الفيديو هذه، سخرت عبدو صباح بكري مشى تقدا ليا مسكين، حيت ما بقاش ليا الطحين، ما بقاش ليا الزيت، ما بقاش ليا البيض. مهم بزاف ديال الحوايج، يعني الاساسيات ما بقاوش ليا. وسميتو الخبز، توحش الخبز، جاب الخبز حتى هو، مشى لكارفور جاب الخبز هذا. المهم التويشيات ديال اسعد وامجد بقى ليهم غير طونيك واحد الكيك وداك الشيء، ما بقاوش معمر ليهم راسهم حيت ولينا كنعطيو لهم بزاف، ما بقاوش يبغيوهم كاع. صافي هذا الشيء اللي كاين. ويعني بلا ما نوريكم التقادير ديال الحوت، يعني الحوت السردين ديال البارح هو اللي كان بقى ليا، مشى جاب الشطون راه هو اللي تماك. انايا فاش كيجيب لي الحوت البنات ما كنغسلوش، راه ما كنغسلوش حتى، يعني ها انتم نوريكم بحال دابا هذا الشطون، يعني الشطون ملي جاو منقي وكل شيء ما غاديش نغسلو نهائيا، كنخليه هكا في الكونجيلاتور. ملي كنبغيه عاد ديك الساعه كنجبدو على كيسه عاد كنغسلو كنخليه يتسخطر مزيان عاد يعني كنستعملو. وجاب الميرنا والصول، هانتوما جاب الميرنا والصول. انا شنو تندير؟ النص ديال الميرنا والصول كنديرو هنا، والنص الاخر يعني كناخد داك سميتو الميرنا كنقسمها على جوج ديال الصول في هاد البواطه هادي، والاخرى عاوتاني الميرنا والصول كنديرها في هاد البواطه هادي وكنديرها بالسلوفان. وفاش كنبغي عاوتاني نفس العمليه اللي كندير الشطون، هادي هي طريقتي انايا ديال الحوت باش كنحتفظ عليه وكيبقى، يعني هادي عند الحواس عند الناس ديال الحوت واللي كيعرفوا في الحوت وكل شيء، تيقول لك اون فوا تاخذي الحوت ما تعاوديش تغسليه نهائيا، شديه وخشيه في كونجيلاتور، ملي تبغيه خرجيه على تيساه وعاد خليه حتى يتطلق وغسليه وخليه يتسخطر. ديك الساعه استعملي كيبقى شاد التراوة ديالو. كيف ما قلت لكم البنات، في رمضان الله يعطينا البركه، شو الحوت يعني كيتسهل بزاف، وخصوصا حنايا ضروري بالنهار ضروري غادي، يعني ضروري هذا ضروري، زعما في ضروري الحوت ضروري. بالنسبه لليوم انا ما غاديش ندير الحوت، ما غاديش ندير الحوت صراحه. جاب هادو بغيت نبدل حتى هما ديال الحوت. ها هما هاي البواسون حتى هما ديال الحوت. جبت ثلاثه غادي نستعمل غير جوج صافي، حيت انا راه بديت كنرجع التقديه. ما بغيتش نوريها لكم، ديما كنوريكم التقديه، ديما كنوريكم التقديه. غادي نوريكم غير شنو جاب، يعني غير يعني لي بروموسيون. بحال دابا هذا الزيت العافيه، هذا الزيت عافيه بروموسيون معاها اللي تعطيو فيها نصيط روزايد ياك. الخماره حتى هي ما بقاتش ليا نهائيا، عاد جاب ليا هذا، وصيتو على هذا حيت ما كانش عليه كاس ديال العبارات نهائيا، جابوا ليا بخمسة دراهم. اللي عجبني بزاف هو قال لي جبت لك غير واحد، يعني الا عجبك ديك الساعه نزيدك منهم، حيت انا هادو ما بقاوش ليا نهائيا. يعني الطرشونات ديال سميتو كنت نستعمل هادو، الطرشونات ديال هذا ديال الكوزينه كنت نستعمل هادو، حتى هما صدقوا لي الله يعمر هذا غير بخمسة دراهم هادو، ولكن هادو حتى هما فنين عجبوني. هادو بخمسة دراهم فيهم اللعيبه هكا فاش يتعلقوا وداك الشيء، هادو بثمانية دراهم، هادو بثمانية دراهم. جاب هادو وجاب لي معاه هاد الزليفات هادو ديال الزاج، هاد السلطه ديال هادو ب 16 درهم الوحده. صافي كيف ما قلت لكم ما غاديش نوريكم،
الزبده تاعي كانت تبقى ليا منها غير واحد شويه هنايا الخميره حيت ما بقاتش ليا نهائيا. البارح جاب ليا غير جوج خمارات من عند مول الحانوت هذا اللي شاد عليا. المهم هذا الشيء اللي كاين. بالنسبه للانجيت ديال جودي جاب هاد بومبيرس كيف ما كنت نقول لكم جونسون وبومبيرس و تمول فيكس زوينين صافي. و تويشيات جاب ليا هادو هاد الخبيزات هادو بالسرارة هادو حتى غادي نديرهم ما شاء الله في الفطور غادي نعمرهم هكا بالفرماج و داكشي. جاب هادو قلت لي داكشي اللي بقى خاصني جاب واحد الاس هادو واحد الامجد هادو ديال البوكس تيركبهم ونوريهم ليكم باش يتلاهاو غيديرو في بيتهم نيت وفيهم دوك جوج ليكات ديال البوكس. بالنسبة للماء راه كيف ما قلت لكم البنات راه حتى انا راه كندير بريكم. واحد المتتبعة كتبات ليا هذاك الماء اللي كتعطي لبنتك راه ماشي ديال الدراري الصغار كانت تيجي ليها باهية. هاد المرة هادي جاب ليها هاد عين سايس ديال الوليدات الصغار حيت هاهي مرسومة فيها هنايا هاهي ديال 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 البيبي هاهي جاب ليها هاد عين سايس. كيفما قلت لكم راه كتنفعوني تنتوما بالاقتراحات ديالكم وكلشي. وحاجة أخرى جاب ليا كيما كتعرفو المونيلاكس ديالي كانت خسرات جاب ليا هادي واخا جاب ليا هادي يعني ماركة ألمانية ماركة ألمانية من بيم بميتين درهم زوينة هادي البنات. صافي هادشي اللي كاين راه جاب ماشي ما جابش ولكن غير ما بغيتش. جاب ليا الطحين هاد المرة جاب ليا 10 كيلو حيت سالا ليا الإتقان وريتهم صافي سير هذا الإتقان حيت ديال 5 كيلو دغيا دغيا سالا ليا. سولتوني على شنو كندير لشعري البنات انايا كل 3 شهور كنبدل الشامبوان كل 3 شهور. دابا حاليا كنستعمل سالا ليا هذا باقي عليه الدمله ديالو اولترا دو ديال الزيتون هذا جالي مع شعري زوين بزاف. بما انني تفكرت الشعر جاب لي العشوب كانت واحد المتتبعه وصديقه ديالي كوكيطا بيزوليت قالت لي على تساقط الشعر ونقيت شحال وحده كتبات لي على تساقط الشعر. انا غادي ندير معكم ان شاء الله وصفه ديال تساقط الشعر هانتوما بلاتي ها هو جاب لي العشوب باش ما تقولوش راه هادي ولا هادي. بالنسبه لي انايا ما نكذبش عليكم البنات المهم العشوب ها هما ثاني نشاركوا معكم في شي فيديو. ما نكذبش عليكم البنات انا والحمد لله انا ما كيطيحش لي شعري نهائيا اللهم لك الحمد. الحمد راضيه على النتيجه ديالو ما قوي ما ضعيف نهائيا. غادي نشارك معكم هذه الوصفه هذه زوينه بزاف بغيت نديرها لعبدو حيت بداو كيخواليه شي شويه من هنا داكشي يعني خاصني نزرب عليه. هذه هي المناسبه اللي تعطيتوني فكره. بالنسبه ليا انايا انا قلت لكم ما كيطيحش لي شعري. حاجه اخرى غتقول لي جودي الخويات هاد الخويات انايا دو ناتور يعني من الزياده ديالي عندي هاد النخيله هادي ولكن هاد الخويات هادو يعني من وانا صغيره وانا عندي هاد الخويات هادو. صافي هادشي اللي كاين صافي. المهم كيف ما قلت لكم هادشي اللي كاين دابا غادي نجمع لي هاد الروينه هادي خفه نزربان غنجمع عليا ما غاديش نشارك معكم روتيني ولكن غادي بغيت نصايب شي كاب كيك ولا شي حاجه. المهم شي حاجه اللي تعطيني واحد لودان ديال الدراري الصغار منها حتى اسعد وامجد يفرحوا عزيز عليهم يطفوا الشماع ويشوفوا شي حاجه ديال الوليدات وهذه وهذه. المهم اي حاجه غادي نشاركها معكم ماشي كل شيء ما غاديش نشارك معكم كل شيء اللي قدرت عليه باش ما يجيكمش الفيديو طويل. اللي قدرت عليه غادي نشاركه معكم اللي ما قدرتش عليه واخا اللي ما قدرتش عليه ما غاديش نديرو حيت كيف ما كتعرفوا بلاتي ماما كيف ما كتعرفوا البنات ملي كتكون الكوزينه مرونه انا نوريكم. المهم ها انتما شوفوا ملي كتكون الكوزينه مرونه ضروري من هاد البيضات هادو الاسعد وامجد جاب لهم حتى هادو ها هو داك اوني تا هو سالا ليا. كيف ما قلت لكم ملي كتكون الكوزينه مرونه يعني ما تيبقى هنايا الخضره اللي جاب ليا جاب لي الدسير حيت ما بقاش ليا نهائيا. صافي هادشي اللي كان اللي جاب ليا
صافي كيف ما قلت لكم هنايا الدقيق وتما الحوت. شوفوا الدنيا باقا عندي مرونه يعني ما غاديش نقدر نصور لكم البنات يعني اكثر. مهم ليسونسيال كيف ما قلت لكم هذا الفيديو هذا مغاير، غادي نحتفل بالعيد ميلاد ديال اصغر متتبعه عندي في القناه. يلا خليكم معايا وباش تعرفوا شكون هي هذه الاصغر متتبعه. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال، قد غبت واليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال، قد غبت واليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا ناخذ اجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل اهلا، لان رمضان يجمعنا. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال، قد غبت واليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال، قد غبت واليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا ناخذ اجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا إسراء، سنة حلوة يا جميل. جوايوز انيفرسير، جوايوز انيفرسير، جوايوز انيفرسير، جوايوز انيفرسير إسراء، جوايوز انيفرسير. هابي بيرثدي تو يو، happy birthday to you, happy birthday to you Isra, happy birthday to you. Bravo, yalla tsfika tsfika, bravo 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 bravo. لا غادي نخليها هذه هذه الرومانسيه. مهم البنات كلكم بغيتوا تعرفوا شكون هي هذه اسراء. بالنسبه لاسراء هي اصغر متتبعه عندي في القناه، بنت واحد السيده صاحبتي واحد الجزائريه الله يعمرها دار، امينه ام اسراء، اللي صراحه من الاول وهي مدعماني وهي مسانداني الله يعطيها صحيحتها وخلي لها ميمتها ويحفظ لها بنيتها يا ربي، وان شاء الله يسهل عليها الله بشي وليد تخاوي اختها. صراحه واحد الانسانه ظريفه 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 بزاف، وصراحه غير منيه والله عمرها دار. ومن هنا كنقول لك اسراء بيزوليك كبيره وسنه سعيده وكل ما كتمني ان شاء الله، وان شاء الله تكوني ان شاء الله موشه في البلاد وتفرحي ماماك وباباك ان شاء الله. الله يحفظها لك اختي امينه، وان شاء الله يعني كيف ما قلت لكم ان شاء الله الله يجعل لك فيها البركه وتمنيها ان شاء الله كيف ما بغيتي يا ربي. المهم شتي هذا النهار هذا سبيسيال، يعني درت شي حاجه يعني بخصوص الوليدات بخصوص لانيفرسير وداك الشيء. عبدو حتى هو تكرفص مشى من هنا ومن هنا تيقلب على الكاطو والو ما لقاهش، والله القاسم مشى لكافوه في الاخر ولقى الزحامات هو هكاك مسكين بقى صابر. المهم انا نوريكم الطويبله هانتوما شوفوا.
درنا هنايا ديك اللعيبه ديال هابي بيرثداي حيت ما عندناش السكوتش لصقناها غير في دوك اللعيبات ديال الريدو. المهم انا نشارك معكم الطويبله شنو فيها. بالنسبه لهادو البنات هادو تنشاركهم معكم ان شاء الله، الا كنتو بغيتوها نشاركهم معكم ان شاء الله هكا في شي فيديو ان شاء الله، حيت كيف ما قلت لكم ما غاديش يبقى ليا الوقت وكانت عندي التقضيه وخاصني نرجع كلشي وبقى عندي الروينه والله القاسم. هنايا كاين غير بتي بون شوكولا صافي التمر شباكيه. هذا الكاطو ديال اسراء، سنه سعيده حبيبتي. صافي تما كاين نوغات ديال الحوت، وهادو داك لي ميني همبورغر اللي بالزراره درت ليهم، راكم شتو الطريقه، درت ليهم الفرماج والكاشير ولانشون يا ربي لانشون، وصافي شويه المايونيز. وهنايا الكيك، وتما درت عصير ديال لافوكا وعصير ديال الليمون ودرت الحليب بالقرفه. صافي هادشي اللي كاين، ما درت لا سوب ما درت حتى شي حاجه. المهم البنات هنا غادي نسد هاد لا فيديو هذا، صراحه بغيت نخليه فيديو سبيسيال ما بغيتش نزيد معاه حتى شي حاجه اخرى. بالنسبه للعشاء ان شاء الله غادي نشوف شنو غادي ندير، غادي ناخذ غير شي مخيخ نديرو هكا مع لاصوص طوماط وداكشي وصافي، الله يجعل شي بركه. يلا سنه سعيده عاوتاني مره اخرى اسراء، والله يحفظها لك اختي امينه وتربى في عزكم ان شاء الله. يلا مع السلامه، وحتى نتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله. يلا مع السلامه.